مفيش سر ولا حاجه. ايه السر في كده؟ مباراه لعب مباراه سيئه جدا وكسب يا الله في النهايه، كسب المباراه خلاص الف مبروك. مش معنى كده ان سر التسعه والدعايه بتاعت الاهلي. بص الاهلي قطته جمل، قطته جمل. ده البطوله الافريقيه من الاهلي، من الاهلي اول ما جه موسيماني خلتها قطته جمل. ثانيه واحده بس اكمل، بس اكمل فكرتي. الاهلي لما جه موسيماني ده في اول تمرينه الاعلاميين راحوا اتفرجوا وقال لك لا ده شكله مختلف، ده مدرب عبقري، ده مش أنا دلوقتي قلت كده. حضرتك طبعا من الاعلاميين اللي راحوا واتفرجوا على التدريب وقالوا تدريبه مختلف. لا طبعا لا مختلف، لا مختلف فعلا، مختلف فعلا. ما انا بقول لحضرتك لا ما رحتش، بس مختلف. طب قلت ازاي بناء على ايه من قبل ما تشوف ان انا قعدت معاه كتير؟ ما فيش حاجه اسمها قعدت معاه يا فندم. اي مدرب ما اقدرش اقيمه الا بعد، يعني انا ما قدرتش اقيم. طب دلوقتي انت رايك فيه باتشيكو ما اقدرش اقيمه الا بعد موسم. طب وانت رايك فيه على اساسا كابتن سيف؟ كابتن سيف رايي فيه رائع ممتاز، عايزينه يكمل. كابتن سيف انا عايزه يكمل مع الاهلي. كابتن سيف مدرب رائع. كابتن سيف طبعا انا عايزه يكمل مع النادي الاهلي. شفت الريمونتادا بتاعت امبارح؟ طبعا هايل، انا عايزه يكمل مع النادي الاهلي بالطريقه دي. كابتن سيف هو بيقول لك ايه؟ ما اقدرش اقيم مدرب الا بعد موسم او نص موسم. وهو لسه من دقيقتين قال لك ان باتشيكو احسن مدرب. ما هو باتشيكو بقى له شهر تسعة. انت بتقول من السنه أفضل. من الموسم اللي فات يا عمرو انا بقول لك قيمته بعد ايه؟ بعد 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 تسع جولات وبعد السنه اللي فاتت، يعني قيمته بعد ده كله. ما اقدرش اقيمه من ماتش ولا اثنين ولا ثلاثه. وموسيماني بيقيمه ايه بقى؟ ده موسيماني يقيموه، النادي الاهلي يقيمه من التمرينه، ما كانش لسه لعب. طبعا المدرب بتاعنا من التمرينه ضابط بما عنوانه يا عمرو. يا جماعه ما ينفعش الكلام ده، احنا كده بنضحك على الناس. يعني لما اقيم مدرب من تمرينه يبقى الاعلاميين بيضحكوا على الناس. والنتائج ده كلام ما النتائج يعني بتخدع بتضحك على الناس. ما تكلمش على النتائج. الله. النتائج هو المدرب ايه غير نتائج يا عمرو؟ مدرب نتائج. طب انا قلت حاجه طيب بس مدرب. النتائج يا علاء بس عشان بس الكلام يبقى مفهوم. المدرب طبعا النتائج، بس انا اقيمته ازاي من تمرينه؟ ما انا لسه انا عايز اسالك سؤال تاني. انا شفت النتائج منين؟ عايز اسالك سؤال. كل الناس في كاس العالم للانديه هتشجع الاهلي، هتشجع الاهلي طبعا. محترم عمرو والله وطني. ايه المشكله؟ الله محترم عمرو والله. ده الكلام بقى. ممثل مصر لازم نشجعه، ايه المشكله؟ ده الكلام ان شاء الله باذن الله. في الدوري هتشجع مين؟ اشجع مين في الدوري؟ دي عايزه كلام يعني؟ نسال بس بيراميدز طبعا. في الدوري اشجع مين؟ هو ايه موضوع بيراميدز؟ انت قلت بيراميدز